مساءكم خير. ولأننا في مصر فإحنا في يوم واحد نقدر نتكلم عن مؤتمر المناخ بكتير من النجاحات اللي بتتحقق فيه، ونتكلم عن مهرجان السينما بكتير من الفن والعظمة والذوق والشياكة اللي بتحصل فيه، وكمان نتكلم عن انتصار كروي كنا منتظرينه علشان نثبت لنفسنا حاجات كتير. النهاردة المنتخب المصري بفوزه على بلجيكا رجع ثقة الناس في قدرتنا على تحقيق النصر رغم طبعا عدم مشاركتنا. المباراة كانت مبهجة بأشكال كتيرة جدا، من أول المعلق الإماراتي العزيز اللطيف الجميل اللي في كل مرة إخواتنا الإماراتيين يثبتوا محبة ولطف جميل، كان مبهج، كان واحد من مبهجات المباراة. طبعا الفوز النظيف، الهدفين اللي تحققوا في منتخب بلجيكا، المباراة اللي أقيمت في دولة الكويت، المنتخب سجل هدفين سجلهم مصطفى محمد ومحمود تريزيجيه. اللي كان بقى مبهر للناس هو الأداء. دايما المصريين كده احنا نقدر نعزي نفسنا لو قلنا ما كسبناش لكن لعبنا كويس. أثناء خروج منتخب مصر من كأس العالم كان أكثر ما يحزن مشجعي كرة القدم هو الأداء اللي اعتبروا المشجعين ضعيف ولا يليق بالمنتخب المصري. النهاردة وكأن المنتخب راجع يحمس المصريين، ورغم أنه كأس العالم قدامه أيام ويبدأ، إلا أنه كأنه بيقول لنا نحن أهل لها بغض النظر عن الظروف. إحنا سعداء أن معنا على تليفون الناقد الرياضي محمد جمال. مساء الخير أستاذ محمد. يعني اعتقد انه يصعب اننا نقول كان نفسنا ويا ريت وطب ما كان ينفع اهو. يعني ايه اكتر عنوان تقدر تقوله لمباراه النهارده؟ بصي، يعني انا من افضل المباريات اللي حضرتها في حياتي لمنتخب مصر. يمكن انا رحت الكويت امبارح، ومن امبارح من وانا داخل مطار الكويت وكل الكلام في الكويت على قصه المباراه، على قصة مباراة مصر وبلجيكا، على قصة محمد صلاح. وانت هنا بتقابلي اكيد مصريين كتير، وبتقابلي من الكويت ناس كتير، بتقابلي من كل الجنسيات، الكل منتظر المباراة ومنتظر اكيد نجم كبير زي محمد صلاح. النهارده المباراة كانت انا بشوفها لو بديها عنوان عندنا في الشغل يعني او في الصحافة، انا بشوف ان مصر بتحزن العالم كله بسبب عدم مشاركتها في كأس العالم. مصر يعني بتزود اكيد علينا الصعب اكتر، ان احنا كان نفسنا مصر تكون موجوده في كاس العالم. يمكن الحظ حرامنا، وانا لما كنت بقول الحظ حرامنا بركلات الترجيح امام السنغال ان احنا نكون بطل افريقيا وان احنا نوصل كاس العالم، ولكن يعني كانت غريبه جدا ان صلاح وزيزو ومصطفى محمد يضيعوا ضربات الجزاء قدام السنغال، يمكن اطاحت بينا من الوصول لكاس العالم. يعني انا بشوف ان الجيل ده يعني كان حرام جدا انه ما يلعبش كاس عالم. عندنا مدرب دلوقتي كويس. في رايك مين اللي حرم الجيل ده بكل موهوبي من انه يشارك في كاس العالم؟ انا والله بشوف الحظ، لان احنا بصي انا يعني دايما عندي جمله ان احنا ممكن نغير ارائنا بسبب نتيجه. انت شهر يناير وفبراير الماضي لعبتي كاس امم افريقيا ووصلت للفاينل قدام السنغال، لو كنت كسبت ركلات الترجيح كان زمانك بطل افريقيا. مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم كانت برضه ككلات ترجيحية اللي وقفت عاقة أمامنا، فإحنا دلوقتي بنتكلم على جيل يعني قوي جدا، جيل دلوقتي عنده لعيبة كبار، تريزيجيه، صلاح، النني، شناوي، حجازي، لعيبة صغيرين بقى في السن، أسامة جلال، لعيب تاني زي إمام عاشور، لعيبة كتير جدا من اللعيبة، الراجل بيعمل مسج بين الخبرات والشباب. أنا بشوف إن رويز بيتورس لابد إن هو جاي معاه أربع سنوات، ولكن أنا اتمنى ان هو يكمل الاربع سنوات معانا. راجل متولي من 2022 يعني معانا لحد كاس عالم 2026، مرورا بقى ان شاء الله بامم افريقيا 2024 في كوت ديفوار، لابد من اعطائه الفرصه كامله، لان هو عارف انت دايما بيقول لك البشاير بتبان، يعني راجل بشاير بتبان، راجل قادر يلعب مباراه كبيره جدا قدام بلجيكا. وهنا عندي نقطه لازم اوضحها، هو ان العظيم مش ان انت تكسب منتخب بلجيكا المصنف الثاني على العالم. في فتره من الفترات منتخب مصر قدر يفوز على منتخب ايطاليا بطل كاس العالم 2006، ولكن الفكره انك انت تحولي الاصرار والعزيمه للاعبين ان مش مباراه، ان مش دي مباراه وديه، اعتبرها مباراه رسميه. منتخب بلجيكا منتخب لا يستهان بيه، منتخب مرشح للتفوز بكاس العالم. هو يعني حضرتك شايف انه حضرتك شايف انه فيتوريا مش بس نجح في توظيف اللاعبين وانه حقق بيهم فوز، لكن كمان طريقه التعامل الجاد جدا مع مباراه فعلا هي بالنسبه لنا وديه، هي بالنسبه لبلجيكا تحضير لكاس العالم وبالنسبه لنا مباراه وديه. طب ايه الحاجات اللي حضرتك تتمنى؟ انا بس عايز ايه اللي تتمنى انه فيتوريا يحتفظ بيه بناء على المباراه دي؟
بص، بناء على المباراه دي وبناء على تغطيتي خلال السنوات اللي فاتت المنتخب، من اول ما جه روي فيتوريا خلال الثلاث شهور اللي فاتوا ابرز ما عند روي فيتوريا واتمنى الاستمرار عليه حاجتين. اولا النظام، وده نقطه مهمه جدا في اي معسكر يخص منتخب او اي نادي، عنده نظام قوي جدا. ثاني حاجه قصه ان هو ما بيبصش لاي حاجه ثانيه، ما بيبصش لاي انتقادات، ما بيبصش وما بيلتفتش لحاجات كتير، ما بيردش كتير. الراجل اول ما تولى لعب مباراتين الناس قالوا عليها سهله قدام النيجر والليبيريا، ولكن الراجل كان مفضل وقتها بيلعب في سبتمبر مباراتين وديتين كده يكونوا يشوف بس فيهم الفريق ويشوف فيهم منتخب مصر، لكن المعسكر ده لاعب المصنف الثاني على العالم وقدر يكسب بلجيكا، خلى العالم كله دلوقتي يتوجه انظاره نحو مصر، يتوجه انظاره ان مصر بتغيب عن المونديال وهي كانت تستحق، كمان وجه الانظار على ان هو سبب اكيد ازمه كبيره جدا للمنتخب البلجيكي زي ما حضرتك كنت بتقولي ان هو بيستعد لكاس العالم وياخد خساره لمنتخب مصر قبل المونديال بيومين بس، فده اكيد يعني ازمه كبيره جدا. ولكن اتمنى ان روي فيتوريا يستمر على نفس النهج اللي فيه، خاصة بقى أنا مش هتكلم عليه فنيا، فنيا هو مدرب حالي، مدرب النهارده واقف على مدار الخط كله ما بيقعدش دقيقة، الراجل دايما قاعد بيفكر تغييراته في وقتها بشكل صحيح، مدي اللعيبة الكبار قيمتهم وحقهم في المنتخب، دايما بيبقى قاعد بيتكلم مع النني وحجازي وصلاح، النهارده في المباراة برضه من أرض الملعب كان دايما ودائم الحديث مع صلاح ومع النني ومع اللعيبة الكبار. شايف إنه أنا مش عارفة ليه عاوز أسألك على الجانب البلجيكي كمان، شايف إنه ايه واقع هذه الهزيمه على المنتخب البلجيكي وهو المصنف الثاني على العالم زي ما حضرتك بتقول وبيهزم بالطريقه دي من فريق لم يشارك في كاس العالم؟ الصدى هناك ايه يعني في الصحافه البلجيكيه؟ لا الصحافه البلجيكيه طبعا دلوقتي بتتكلم بشكل يعني قوي جدا على الخساره، خاصه ان هي خساره مؤلمه جدا، تخيلي كده انك تروحي كاس امم افريقيا مثلا او كاس العالم وتخسري المباراه الاستعداديه امام فريق، اكيد نتكلم بصراحه اكيد منتخب مصر مش في نفس التصنيف بتاع منتخب بلجيكا خلال السنوات اللي فاتت، فمنتخب بلجيكا الفتره دي لا منتخب بيضم من عناصر ناس جامده لعيبه جامده جدا، هازارد، دي بروين، تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، كل اللعيبه كراسكو النهارده كان عامل مباراه كبيره جدا، فعندهم لعيبه كبار جدا ومنتخب مرشح للتتويج بكاس العالم، فانك تخسر قدام منتخب مصر منتخب مش موجود في المونديال ده بيسبب صعوبه كبيره جدا على المنتخب البلجيكي، وانا على فكره بشوف انها هتاثر عليه بالسلب لان لعيبته ما كانتش محضره المباراه بشكل كويس عكس لعيبتنا احنا كانت محضره المباراه بشكل كويس، هم ما كانوش محضرين برضو ان منتخب مصر يستطيع ان هو يبادر بان هو يعمل هجمه مرتده بشكل صحيح. النهارده روي فيتوريا بصراحه ابهرنا في قصه الهجمه المرتده، وكانت الجماهير على فكره في الملعب مرور اول خمس دقائق الجماهير كان عندها ثقه كبيره جدا في ان منتخب مصر ممكن يعمل نتيجه ايجابيه. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي أو الناقد الرياضي الأستاذ محمد جمال، والحديث عن فوز مصر في مباراة بهذه الأهمية بصراحة هي أهميتها كانت أكتر للمنتخب البلجيكي، فريق بيتأهب لكأس العالم على بعد أيام من مشاركاته الدولية والمنافسات دي، فريق أو المنتخب المصري يؤدي بهذا الحماس، ودي بالمناسبة رسالة مهمة قالها لنا فعلا يعني الناقد الرياضي الأستاذ محمد جمال، الحديث عن الجدية اللي كانت مفقودة عند المنتخب المصري، الجدية اللي حتى في المباريات الودية